نظمت الجامعة القاسمية ندوة بعنوان أهمية الإحصاء والتنمية المجتمعية، نظام المعلومات الوطني المتكامل، وذلك بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية. هويدا الشرقي والتفاصيل. انطلاقا من حرص الجامعة القاسمية لتنمية مهارات الطلبة والطالبات في مجال الإحصاء، جاءت هذه الندوة تحت شعار أهمية الإحصاء والتنمية المجتمعية، نظام المعلومات الإحصائية المتكامل، بهدف تعريف الطلبة والطالبات بأهمية الإحصاء وكيفية تطبيق المنهج الإحصائي في التفكير. لا بد من الإحصاء، ولذلك الجامعة القاسمية تواصلت مع دائرة الإحصاء في حكومة الشارقة التي تجاوبت معنا على الفور مشكورة، وأرسلت إلينا أخوين كريمين حاضرا أبناءنا وبناتنا هذه المحاضرة القيمة التي كشفت لهم الإحصاء بصفة عامة مزاياه وأهميته ودوره في تنمية المجتمع. تم التطرق خلال الندوة في المحاضرة الأولى للطرق الحديثة في جمع البيانات الإحصائية التي قدمها الأستاذ عبدالله الكديد مدير إدارة الإحصاء. أما المحاضرة الثانية التي ألقاها دكتور عبد المنعم الهاشم مستشار دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ناقش فيها كيفية استخدام البيانات الإحصائية. نحن في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية نسعى إن شاء الله لنشر الثقافة الإحصائية والثقافة المجتمعية التي تدعو إلى التنمية المستدامة من خلال تواجدنا في المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات أيضا التنفيذية، ونحرص إن شاء الله بشكل كبير على تزويد كافة المؤسسات بالبيانات الدقيقية التي تمتاز بالمصداقية وبالموضوعية لاتخاذ قرارات ولبناء برامج عمل ولوضع استراتيجيات وسياسات تخدم الإمارة وتخدم كل بلدية على حدة. محاضرات وندوات عدة تنظمها الجامعة القاسمية بهدف تطوير وتنمية مهارات الطلبة والطالبات في كافة المجالات العلمية والعملية، بهدف تنمية مهارات الطلبة والطالبات في مجال الإحصاء. جاءت هذه الندوة ندوة أهمية الإحصاء والتنمية المجتمعية. لأخبار الدار، هويدا الشرقي من الجامعة القاسمية.